معنا الآن من مدينة فينيكس بولاية أريزونا مراسلتنا أمينة السريري، وأيضا سينضم إلينا بعد قليل من مدينة هيوستن في تكساس مراسلنا مجدي يازجي. أمينة مرحبا بك معنا من جديد، أيضا نحاول أن نتعرف منك على مستوى الإقبال على التصويت بشكل شخصي. اليوم هو اليوم الرسمي، الكثير من سكان ولاية أريزونا أدلوا بأصواتهم مبكرا في فترات سابقة. ضعينا في صورة ما يجري هناك، حدة المنافسة وأيضا المنافسة على مقاعد مجلس الشيوخ. هناك سباق أيضا محموم على ما يبدو على مقعد لمجلس الشيوخ في ولاية أريزونا. نعم بالفعل مهند، كنا هنا في أحد المراكز الاقتراعية هنا بالعاصمة فينيكس بولاية أريزونا. قبل حتى نصف ساعة من بدء فتح المكاتب الاقتراع كان هناك إقبال على هذه المكاتب. فقط من بين الملاحظات أن العديد من الأشخاص، أغلب الناخبين الذين يتوافدون على هذا المكتب على الأقل، لا يدلون بأصواتهم بشكل مباشر، بل يأتون ليضعوا أضرفة الأصوات التي وصلتهم من قبل عن طريق البريد بأنفسهم هنا، بالتالي لا تكون هناك صفوف انتظار طويلة. المثير أيضا للانتباه هو نسبة الشباب أيضا ضمن عدد الناخبين الذين توافدوا على هذا المكتب منذ الصباح الباكر، وهي ملاحظة لربما لاحظها حتى العاملون داخل هذه اللجنة الانتخابية، لم يكونوا يتوقعوا أن يتوافد الشباب مبكرا اليوم للإدلاء بأصواتهم. أيضا هناك انتشار واسع وكثيف مهند لعدد من المراقبين التابعين لمنظمات غير حزبية حكومية وغير حكومية لمراقبة سير العمليات الانتخابية. أيضا من اللافت للانتباه أنهم يضعون ويتواصلون فيما بينهم في مختلف مكاتب هذه المقاطعة ويضعون توقيت الانتظار الناخبين حتى يوجهوا الناخبين في حال كانت هناك صفوف طويلة أو إقبال كبير على أحد مراكز الاقتراع إلى مركز آخر. لكن كمعدل مهند نسبة الانتظار يعني أقل شيء لربما دقيقتين، وأكثر مدة طويلة هي 7 دقائق. كما ذكرت مهند المنافسة لا تقتصر فقط على مقعد الرئاسي في البيت الأبيض، وإنما على انتخابات الكونغرس أيضا، ولعل أيضا كما تحدثنا إلى بعض الأشخاص بعض الناخبين ما يهمهم هو الصراع على المجالس المحلية أيضا. هناك العديد من قوانين المطروحة هنا يهمهم أيضا أن يكون من سيوصل هذه القوانين يعني مهتم بقضاياهم المحلية، والاقتصاد يقود أهم هذه القضايا مهند. نعم شكرا لك يا أمينة، سنعود لك طبعا مع كل جديد في ولاية أريزونا. الآن إلى ولاية أخرى مهمة، ولاية فلوريدا، معنا من مدينة ميامي تحديدا مراسلنا إياد الجغبير. إياد مرحبا بك معنا من جديد، أيضا نود أن نتعرف منك على ما يجري في فلوريدا، التوجهات، ما هي المشاهدات اللافتة ربما في هذا اليوم الانتخابي في هذه الولاية المهمة؟ نعم مهند، نحن انتقلنا قبل قليل إلى موقع جديد في هذا المكان يتم الاقتراع. نشاهد أيضا في هذا الموقع الذي يغلب عليه السطوة الجمهورية بحسب المنطقة التي نقع فيها، لكن تشهد هذه المكتبة المخصصة للاقتراع وفود العديد من العشرات من المواطنين الأمريكيين للإدلاء بأصواتهم، بينما في المنطقة السابقة حتى لم نشاهد فيها أي فطار. الجديد قبل قليل بأن حاكم ولاية فلوريدا قال بأن ترامب لديه القدرة الكافية والقوة الكافية للفوز اليوم بولاية فلوريدا. لا نعلم إن قال هذا التصريح بصفته جمهوريا ويرغب وتحدث بلسان العاطفة، أم أنه تحدث عن معلومات، لأن الصحافة المحلية قالت أيضا قبل نصف ساعة أن التصويت المبكر وفرز النتائج قد بدأ، وأنه قد تم فرز أكثر من 1,000,000 صوت، لكن لم يكن هناك نتائج لهذه الأصوات التي تم فرزها قبل ما يقارب ساعة وساعة ونصف. ننتظر الآن المزيد من هذه النتائج، إن كان سوف يتم هناك تسريبات عن هذه النتائج للتصويت المبكر الذي تم، وتم التصويت تقريبا عن طريق التصويت المبكر بلغ أعداد الأمريكيين الذين صوتوا ما يقارب 9 ملايين شاب وشابة أمريكية صوتوا، كانت معظم أعمارهم ما يقارب ما بين 30 إلى 55 بحسب
استطلاعات الرأي التي تحدثت صباحا بأن عنصر الشباب أيضا قد شارك بنسبة كبيرة في هذا التصويت. طبعا ولاية فلوريدا ولاية مهمة، وهي من المؤشرات الأولى على سير هذه العملية الانتخابية، لأنه الولاية بدأت بفرز و تجميع الأصوات المبكرة في مرحلة سابقة، وبالتالي من المتوقع أن تتمكن هذه الولاية الليلة من الإعلان ولو بشكل أولي عن هذه النتائج. سننتقل مباشرة إلى ولاية تكساس من مدينة هيوستن، معنا من هناك مجدي يازجي. مجدي مرحبا بك. ولاية كبيرة، ولاية مهمة، ولاية أساسية بالنسبة للرئيس ترامب، 38 صوت في المجمع الانتخابي، الرئيس ترامب بحاجة لكل واحد منها. ضعنا في صورة ما يجري في ولاية تكساس. تماما مهند، يبدو أن الحالة تختلف ساعة بساعة هنا في مراكز الاقتراع في ولاية تكساس، وتحديدا في مدينة هيوستن حيث نتواجد. عندما بدأنا صباحا في الساعة 7 صباحا تقريبا، وعند تم افتتاح مركز الاقتراع، كانت الأرقام كبيرة للناخبين، وكان هناك صفوف طويلة وفترات انتظار طويلة أيضا. الآن الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لتكساس، الصورة اختلفت تماما مهند. الصفوف الطويلة تبخرت، والمقبلين عددهم قليلة جدا في هذه الساعة. لا أدري إن كان ذلك يعود إلى موضوع التصويت المبكر أو يعود إلى موضوع وباء كورونا، وهم يخشون على أنفسهم ولا يحاولون أو يحاولون ألا يتواجدوا بالأماكن المزدحمة والتي يوجد فيها أعداد كبيرة من الناس، أو أنه الموضوع له علاقة بالعملية الحسابية والرقمية، لأن هناك أكثر من 9 مليون ناخب في تكساس صوتوا. يتبقى لدينا حوالي 4 إلى 7 ملايين أخرى في عموم الولاية كلها بأسرها. وهل هذا يفسر هذا الإقبال الخفيف؟ حاليا هناك إقبال خفيف جدا مقارنة بما شاهدناه في الساعة الأولى، حيث كان الصفوف طويلة جدا، ليس هناك أصلا مكان لحتى أن يصفوا سياراتهم. الوضع والحالة اختلفت تماما، والإقبال بدأ يخف تدريجيا. الآن الساعة 10، لا ندري إن ذلك الوضع سيستمر حتى نهاية موعد التصويت، حتى الساعة 7 مساء هنا. نقطة أخرى أريد الإشارة إليها مهند، وهي النقطة لها علاقة بالسباقات الخاصة بمجلس الشيوخ. كما تعلم الموضوع اليوم، نعم بيضة القبان والجائزة الكبرى هي البيت الأبيض، ولكن هناك جوائز أخرى مهمة للحزبين في مجلس الشيوخ، وهناك أيضا في مجلس النواب، وهناك سباق محتدم جدا في ولاية تكساس على مقعد مجلس الشيوخ ما بين المرشح الجمهوري جون كارنن والمرشحة الديمقراطية إم جي هيجر، علما أن استطلاعات الرأي أشارت مهند إلى تقدم الجمهوري بحوالي 4 نقاط. أيضا عيننا على هذا السباق مهند. سباق مهم طبعا، سباق مجلس الشيوخ، لأن الحزب الديمقراطي يسعى في هذه الانتخابات ليس فقط للفوز بالبيت الأبيض، وإنما أيضا بالسيطرة على الأغلبية في مجلس الشيوخ. بالمناسبة، الحزب الجمهوري بحاجة إلى 3 مقاعد فقط إضافية في مجلس الشيوخ للسيطرة عليه إذا فاز السيد بايدن، وبحاجة إلى 4 مقاعد إضافية في مجلس الشيوخ في حال بقي الرئيس ترامب في البيت الأبيض. الآن سنتجه إلى مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، هذه الولاية التي من المتوقع أن تشهد أشرس المعارك في هذه الحملة الانتخابية. معنا من هناك رضا بوشفرة. رضا مرحبا بك أيضا، ونود أن نتعرف منك على سير الأمور. ما زال المرشحان يحاولان كسب كل دقيقة وكل ساعة للمضي في حملاتهم في هذه الولاية المهمة. ما الذي يجري في بنسلفانيا في هذه الساعات؟ نعم مهند، دعني أولا أن أتحدث عن رقم مهم، وهو أكثر من 2,400,000 ناخب الذين اختاروا أن يصوتوا عبر البريد في ولاية بنسلفانيا، وهو رقم كبير إذا قارناه بالمحطات الانتخابية الماضية. هناك اليوم حركة كبيرة تشهدها ولاية بنسلفانيا عبر الانتخاب. المرشح الديمقراطي جو بايدن كان صباحا في سكرانتون بنسلفانيا، وهي المدينة التي شهدت مسقط رأسه. أيضا من المنتظر أن يحل في أي دقيقة هنا في فيلادلفيا قبل أن يتوجه إلى ويلمينغتون ديلاوير، وهو مقر سكنه هناك. ومن المنتظر أيضا حسب مقربين من المرشح الديمقراطي جو بايدن أن يلقي خطابا الليلة من بيته للأمريكيين في كلتا الحالات، سواء كان ربح المعترك الانتخابي أم لا. هناك أيضا ملاحظة مهمة لاحظناها اليوم،
هو أنه خلال افتتاح مراكز الانتخاب كانت هناك طوابير طويلة جدا بالمئات، لكن بعد الساعة 8 والتاسعة خفت كثيرا هذه الطوابير، والسبب بسيط جدا، هو أنهم الكثير من الناس اختاروا أن ينتخبوا قبل التوجه إلى مناصب عملهم، وبالتالي اختاروا أن ينتخبوا وبعدها التوجه إلى عملهم. بنسلفانيا كما تعلم هي ولاية مثل أختها المتأرجحة إن صح التعبير فلوريدا، مهمة جدا لكلا المترشحين، وضع ثقلهما كثيرا هنا في بنسلفانيا أملا في أن يفوز بمجموع المقاعد المجمع الانتخابي وهو عدده 20 مقعدا مهند. شكرا لك رضا. طبعا لافت في هذه الانتخابات مشاهدينا مسألة الاقتراع المبكر. الاقتراع المبكر موجود دائما في النظام الانتخابي الأمريكي، ولكن هذه السنة أخذ يعني أهمية إضافية بسبب جائحة كورونا. الكثير من الأمريكيين فضلوا الإدلاء بأصواتهم بشكل مبكر. الاقتراع المبكر ينقسم إلى عدة أقسام. هناك اقتراع مبكر شخصي، أن يذهب الناخب إلى الصندوق والإدلاء بصوته بشكل شخصي. هناك الاقتراع بالبريد، بإمكان الناخب أيضا أن يقوم بذلك. وهناك أيضا الاقتراع في صناديق خاصة يضع فيها الناخب صوته، وبالتالي هناك يعني خيارات عدة كانت متاحة للناخبين فيما يتعلق بالاقتراع المبكر. سأتحول إلى مراسلنا هنا في العاصمة واشنطن جو ثابت. جو مرحبا بك. لا منافسة هنا في مقاطعة كولومبيا العاصمة الأمريكية، لديها 3 أصوات في المجمع الانتخابي، هذه مقاطعة ديمقراطية تقليديا، ولكن اللافت الأجواء المحيطة في العملية الانتخابية هنا، خاصة ما يتعلق بالوضع الأمني. خشية الكثير من المحلات والمصالح التجارية على أعمالها، وبالتالي نرى كل هذه التحصينات إذا جاز التعبير التي تجرى في محيط المدينة، خاصة في منطقة البيت الأبيض. دعنا جو في صورة ما يجري على هذا الصعيد، صعيد الأمن، وما الذي تتوقعه يعني الشرطة هنا في واشنطن في الساعات القادمة. أولا دعني أقول لك مهند بأننا نحن موجودون الآن في جادة Black Lives Matter، أو ما يعرف بجادة حياة السود، مهمة وهي المقابلة تماما للافايت سكوير على المدخل الشمالي للبيت الأبيض. بدأت مجموعات شابة بالتجمع قبل لحظات هنا على المدخل الشمالي للبيت الأبيض، وكما نرى فأن هؤلاء الشباب الذين تجمعوا يحملون أعلاما رافضة أو منددة.